سؤال، هو ليه شقين. الشق الاولاني خلاص جوميز رسمي بقى حافظ لعيبه نادي الزمالك، مفيش حاجه اسمها لسه بياخد وقت ولسه بيعرف اللعيبه، ده سؤال مهم اساله حضرتك وتكملته. ازاي نرجع بعد فتره التوقف على الدوري؟ خلاص بقى الراجل خد وقته وشغله ولعبه، وتقريبا مش هيبقى فيه توقف دولي تاني لحد نهايه الموسم. يعمل ايه عشان مبقاش فيه اي اعذار؟ هو نهاية الموسم امتى؟ برضه ما تعرفش، ما هو دي برضه مشكلة، لأن أنت أنا ما أعرفش. أنت الدوري المصري بتتعامل فيه بالقطعة. خلينا نقول 8 يعني، كويس. هم أعلنوا 8 فخلينا نقول 8، الله أعلم، بس خلينا نقول 8. يعني خلال شهرين. صح؟ تمام. عدد المباريات في خلال الشهرين دول كم ماتش في الشهرين؟ برضه مهم قوي. يعني احنا الزمالك دلوقتي مش عارف الجدول، مش معايا، لو الشباب كده تفكرني. تقريبا احنا لسه في حوالي 3 4 مباريات مؤجلين من الدور الاول. ايوه، هم 17 مباراه، فبنتكلم في حوالي من 16 ل 15 مباراه هيبقوا باقيين في خلال شهرين تقريبا شهر. يعني صح كده؟ بس الشباب هياكدوا معايا دلوقتي، ولا انا على ما اتذكر يا جماعه معلش. يبقى هيتلعب في خلال 60 يوم حوالي 16 ماتش. لازم تقسمها بكده، ال 60 على 16. خلاص، الجدول التدريبي بيتحط في التوقيت ده. انت قلت حاجه مهمه جدا، المدرب وجهاز الفني يعلم كل لعيب قدراته في كره القدم. خلاص خلاص، يعني لسه لا مرحله لسه الحفظ مرحلة او ان انا بعرف لعيب بالنسبه للناشئين، انما بالنسبه للعيبه الفريق الاول لا. طيب الزمالك لعب 17 بقي له 17. لا حلو، فحضرتك بتتكلم 17 على 60 يوم. او 60 يوم على 17. واخد بالك ازاي؟ فانت بتقسم وبتشوف بقى، بتعمل الجدول التدريبي بتاعك على على المده دي. يقدر الزمالك يفوز ب 17. ما هو المدرب لابد ان يتعامل. خلاص، هو ده موقف، انت بتقول خلاص الموضوع بقى منتهى، هتلعب في ال 60 يوم 17 ماتش، اتصرف خلاص، اكسبهم بالطول بالعرض مش اوبشن. لا، اتصرف تدريبيا، والنتيجه بقى عند ربنا يعني، ان شاء الله يبقى التوفيق يعني، انما اتصرف. عندك تيم واخد الكونفدراليه في فتره في ال 60 يوم متشاله، معلش. ايه؟ اولمبيكس، اولمبيات. بقول مش توقف. لا يا راجل، الاولمبيات هيتوقف في الدوري خلاص قرروا. انا سمعت ان هو كان هيتلعب. لا، هيتوقف، وبنتكلم في فتره مش اقل من 20 يوم، مش اقل. إيه ده؟ صح؟ لا بقى، يبقى ما اعرفش بقى انا الجدول وربنا. بس هو مش اقل من يعني، المنتخب لو هيلعب 3 مباريات ان شاء الله يا رب يكمل النهائي، بس احنا بنكتب بنتكلم على 10 ايام 15 يوم. هيسافر بدري و... يبقى الله يعين بقى المدربين، الله يعين المدربين بجد والله. ضغطه مرعبه فتره. طبعا. وطبعا احنا عندنا اصابات يعني، ما هو انت برضو المشكله، وقلنا هنتكلم 17 ماتش على 40 يوم. طيب، ما انا بقول لك بقى ربنا يعني الحل بقى في يعني ذمه الله. خلاص، الاجهاد عشان كده انا بقول لك الجدول بتاعنا ما بيخليش المدرب بيبقى مستريح في العمل الفني بتاعه والعمل التدريبي بتاعه، بس الله يعينه. وده الموضوع. طب يا كابتن، على الكل، عليا وعلى اعدائي، عليا وعلى غيري، كلنا هنخبط في بس بعض، بس كل واحد له نفسه يعني. انا كاداره بطلب من المدرب، لانه والجمهور طالب نتائج. المدرب لما بيجي يتكلم هيقول لك على الناس كلها، طب يا جماعه، ما انا مثلا اصابات، هعمل ايه في الاصابات لما بتيجي من الماتشات المتلاحقه، من الضغط بتاع المباريات، واخد بالك؟ ففي حاجات المدرب بيبقى مظلوم فيها، ولكن هو دلوقتي جوميز عنده يعني مجموعه جيدة من اللعيبة، بيعرف يتعامل معاها بشكل كويس. اللعيبة بتاعت الفرق، وشايفين احنا مثلا النهارده محمد شحاتة وزياد كمال وحسام عبد المجيد لما شاركوا مع المنتخب الاولمبي ظهروا بشكل كويس. يعني لعيبة كويسين. بس انا اقول لحضرتك حاجة، وجهة نظري. عارفين انه السيستم غلط والدوري غلط. دي حاجة متفقين عليها، دي على جنب. احنا في امر واقع. ولما اقول لحضرتك عليا وعلى غيري بمعنى ايه؟ الزمالك اول ما يرجع من التوقف عنده 5 مباريات في 14 يوم. طيب، سيراميكا، المصري، فاركو، الاهلي، سيراميكا. تاني، سيراميكا، مصري، فاركو، اهلي، سيراميكا. 5 فرق خلاص، حته ان فريق ضعيف وفريق قوي في 15 يوم. طيب تمام؟ او 14 يوم بالظبط. وهقول لحضرتك برضو عليا وعلى اعدائي، يعني انا بلعب مع الفرق دي، هم نفس كل حاجه خلاص، ما هو ده امر واقع. ايوه، فاللي هيسر عليا هيسر عليهم، هيسر عليهم. لو انا اتكلم اهلي زمالك، زمالك اهلي، فهو لعيبه منتخب وضغط مباريات وبطولتين. أيوة. افريقيا، مفيش اوبشن، احنا ما ينفعش نفنش الدوري الا في التوب فور. ونادي الزمالك ما ينفعش يفنش دوري من غير ما يكون بطل الدوري. ما هو
عوامل البطوله. نعمل ايه يا كابتن؟ ما هو ما هيعمل ايه؟ انت مكان المدير الفني. لا لا، الفتره دي انا دائما دائما الفتره اللي هي بتبقى الماتشات متلاحقه ما بيبقاش فيها تدريب، بيبقى فيها استشفاء، ريكفري. ريكفري اهم من التدريب، لان التدريب هتعمل فيه ايه؟ انت عشان اللي ذاكر ذاكر تلعب، لا تلعب وبعد يومين تلعب ماتش، يعني تلعب ماتش، تاني يوم تمرين خفيف، ثالث يوم بتستعد للماتش اللي بعديه بتمرين خفيف وبعدين تلعب. فما فيش اي نوع من انواع القصه كلها كلام. والجهاز الطبي في الفتره دي بيبقى اهم من الجهاز الفني. ريكفري. لان ليه؟ عشان الجهاز الطبي يرجع اللعيب يقدر يتلقى التعليمات الفنيه. خلاص، اللي هو الريكفري اللي احنا بنقول عليه، او الاستشفاء، واخد بالك ازاي؟ فدي حاجات المدربين عارفين توقيتاتها. يعني المدرب اللي يجي يقول لك انا هنزل وهنعمل وهنسوي وتدريبات وبتاع، يقول لك انا اقول له لا، لان انت هتزود الضغط البدني على اللعيبه وهي مش ناقصه. فالقصه مختلفه تماما، انت بتلعب ماتشات متلاحقه. خلاص، كل حاجه بيبقى معمول حساب. زي ما انت قلت، قدر نادي الزمالك وقدر اللي بيشتغلوا في نادي الزمالك المنافسه. أول شيء ما ينفعش. خلاص، فانت عجاي. لا، ما هو جوميز ده لما جه كان المطلب الرئيسي الكونفدراليه، من الجمهور والبتاع الكونفدراليه مش اوبشن. لما حققها هو حس بقيمه نادي الزمالك قوي على فكره. يعني حس انه فعلا عمل بطولي، لان طبعا فرحه الناس بالبطوله، شاف الجمهور في الملعب وشاف الفرحه طبعا. وريته قد ايه قيمه هذا النادي اللي هو كان عارفها قبل ما يجي، بس حسها بقى وعاش فيها. فطبعا خلاص، انت كلاعب كوره لما جيت نادي الزمالك جديد، في لعيبه انا بقرا تصاريحها وبشوفها بتطلع تتكلم، بيتكلموا بيقولوا ان هم اتولدوا من جديد، لانهم شافوا دعم جماهيري غير طبيعي. حياه جديده، حياه مختلفه خلاص. فانت ده قدرك، انت جيت بقى خلاص، ما ينفعش تلعب في نادي تتغلب تكسب مش عارف ايه، ما حدش بيحاسبك. انما انت جيت في نادي الحساب يومي. يعني انت كمدرب او كلاعب، يعني انا ببقى قاعد في الاستوديو، الماتش كسبناه بنبقى سعداء جدا وبنقعد القدر الله ما بيحصل عكس، بنبقى متضايقين وممكن توصل لمرحله ان الانتقاد. وده على فكره بيبقى كل ثلاث ايام، يعني مش من بعيد، يعني مش ماتش مثلا من شهر ولا حاجه. النهارده بنتقد وكمان ثلاث ايام هنتقد وبعده ثلاث ايام. ده قدر. خلاص، انت ماسك الزمالك مش اوبشن. فالزمالك او وانت بتقول ايه؟ اللي ماشي عليك ماشي على كل الانديه. صح. بس انا اعرف ان في انديه في الدوري فاضل لها ثلاث ماتشات وتخلص واربع ماتشات وبتاع. ده حقيقي. طيب، ما هو برضه ودي حاجه برضه حاجه صعبه جدا في كره القدم، يعني حاجه صعبه جدا في كره القدم، واخد بالك ازاي؟ انما انت خلاص اتحطيت في الموقف ده وهتكمله. انت هتكمله وانت عارف انه غلط. كل الناس المسؤوله عن كره القدم بيشتغلوا، لعيبه، مدربين، مسؤولين عن كره القدم، عارفين ان ده غلط. بس هيشتغل، بس هيعملوا ايه؟